الرحيم. طبعا احنا في ختام اليوم الثاني لتسجيل المرشحين، وحسب ما قاعد نشوفه من الأخوة الإعلاميين ومشاركتهم في تغطية تسجيل المرشحين في إدارة الانتخابات، أتمنى من الجميع وأكرر كلامي اللي أنا قلته أمس، أن يكون هناك التزام أن تكون جميع اللقاءات للمرشحين من خلال قاعة الإعلاميين وفق وبالبوديوم اللي أنا قلته أمس أكرر اليوم. احنا هذا المكان لكم انتم، وما اخترنا عليه اي شعار واي لوجو لاجل ان يكون لكل وسائل الاعلاميه الالكترونيه. احنا طبعا كوزاره اعلام يعني ما يخفيكم الامر نتابع جميع ما يتم من تغطيات اعلاميه، وبناء عليها يتم رصد اي مخالفات من قبل لجنه رصد المخالفات الاعلاميه، وسوف يتم فيها اتخاذ الاجراءات القانونيه. فاحنا ما ودنا ان شاء الله ان يكون هناك اي مخالفات. حاليا في بعض المخالفات اللي احنا مطلوب منا وتطبيق القانون عليها، لانها اصبحت بعد ما حذرنا تفاجئنا في ان بعض الوسائل الاعلاميه ما استمع لهذا التحذير ولا طبق القانون. فاحنا معاكم ولكن وفق القانون. فانا ارجو من الجميع اليوم الثاني الثالث بكره راح نتكلم معاكم على عدد المخالفين، وممكن يكون هناك يعني في بعض الامور والاجراءات اللي راح نشوفه برا مثلا في لقاءات مع عند بعض المرشحين عند سياراتهم او في الساحه الخارجيه، هذا ما يمثل اعلام. احنا اليوم نبحث عن اعلام محترم، اعلام يهتم في نفسه وفي المرشح، فوضعنا لكم مكان مهيئ لانكم تاخذون المعلومه مباشره من المرشح. فانا اتمنى من الجميع الوسائل الاعلاميه بمختلف انواعها ان يكون هناك التزام للتغطيه الاعلاميه، ونحن في وزاره الاعلام لا يمكن أن نرضى في أي تغطية إعلامية يكون فيها إساءة للعملية الانتخابية أو إساءة للمرشح، سواء في الكلمات أو في العبارات أو في الرسوم أو في بعض الأسئلة اللي ممكن يعني أنا قاعد أقولها بكل صراحة تسيء للديمقراطية. فأتمنى تعاونكم، وبالنهاية أنتم خبرات، وما أتوقع أي وسيلة إعلامية أرسلت اليوم مراسل أو مصور إلا هو على قد هذه المسؤولية. وشكرا لكم.